للوقوف على المستجدات الميدانية. معنا بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس. بشير، يعني الأوضاع ليست بأحسن حال، ولكن هي من سيء إلى أسوأ ميدانيا. ما الجديد لديك؟ تحية لك هاجر. بالفعل الأوضاع من سيء إلى أسوأ. نحن نتحدث عن سقوط ما يزيد عن 34 شهيدا منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة في مختلف أحياء ومحافظات في قطاع غزة. آخر هذه الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية في شمال قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة، ليرفع أعداد الشهداء في محافظة غزة والشمال إلى ما يزيد عن 14 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال في غارات إسرائيلية متكررة طالت مجموعة من منازل الفلسطينيين في الغرب من مدينة غزة وفي مخيم الشاطئ وفي مدينة بيت لاهيا وكذلك في حي الزيتون الذي يشهد توغلا إسرائيليا كبيرا والذي يقع في المنطقة الشرقية الجنوبية في مدينة غزة. إذا ما انتقلنا بالحديث عن المحافظة الوسطى التي شهدت أيضا غارات متواصلة وعنيفة باتجاه مخيم النصيرات ومدينة دير البلح، بالإضافة إلى الحركة النشطة للآليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح التي لا زالت قوات الاحتلال تقوم بإطلاق النيران والقذائف باتجاه كل من يحاول الوصول إلى شرق هذه المدينة وتطلق النيران عليهم وصوبهم بكثافة. أيضا المنطقة الجنوبية مدينة خان يونس التي شهدت اليوم سقوط ما يزيد عن 20 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات مدينة خان يونس، سواء مستشفى ناصر الذي أتواجد به أو مستشفى غزة الأوروبي الذي يقع ضمن إطار المنطقة الشرقية لهذه المدينة، حيث كانت آخر الغارات هي باتجاه صوب مدينة وبلدة عبسان الجديدة، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية خيمة للنازحين ما أدى لارتقاء سبعة شهداء على الفور وإصابة عدد آخر من المواطنين. حتى مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة لا زالت تشهد قصفا من المدفعية الإسرائيلية باتجاه الأطراف الشرقية لهذه المدينة، ولا زالت أيضا وسط هذه المدينة وغربها يشهد تفجير للمربعات السكنية عقب تفخيخها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي هاجر، هو تصعيد وتيرة العدوان الإسرائيلي على اتجاه ومجمل محافظات قطاع غزة وأحيائه بشكل عام. طيب بالنسبة للأوضاع أيضا الإنسانية، دائما ما نطمئن على الأوضاع الإنسانية من حيث المواد الغذائية ومن حيث تعامل النازحين من مكان وإجلاء من مكان إلى آخر، كيف يتعاملون مع مسألة الغذاء والماء؟ يعني هاجر، الأوضاع الإنسانية سيئة للغاية، تشترك عدة عوامل في هذا الانهيار. العامل الأول هو عرقلة الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتي يعتمد عليها الفلسطينيون بشكل رئيسي في تأمين الطعام والمياه والدواء للمستشفيات. العامل الآخر هو انتشار للأمراض والأوبئة في صفوف الفلسطينيين نظرا لتكدس أكوام القمامة ومياه الصرف الصحي بالقرب وفي محيط النازحين الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى انتشار أمراض خطيرة. نتحدث عن مرض شلل الأطفال، نتحدث عن الأمراض الجلدية، نتحدث عن مرض السحايا، كذلك نتحدث عن التهاب فيروس الكبد الوبائي. أيضا العامل الآخر هو ضعف وانهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة التي باتت لا تستطيع تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والجرحى نظرا لعدم وجود الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في هذه المشافي. مثلا هذا المستشفى الذي أتواجد به الآن أعلن وحذر مرارا وتكرارا عن خطورة توقف غرف العمليات في هذا المستشفى نظرا لفقدان الأدوية والمستلزمات الطبية. هو أيضا وجه تحذيرات للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري والعاجل لإدخال كل الأدوية والمستلزمات الطبية. ما يمر به هذا المستشفى ينطبق على حال كل المستشفيات في قطاع غزة والتي تعاني انهيارا تاما في تقديم الخدمات الإنسانية. مجمل هذه العوامل أدت إلى انهيار تام في المنظومة الصحية وكذلك الإنسانية في قطاع غزة. أنا بشكرك بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من خان يونس.